رحب بحضراتكم مرة تانية، وخلينا دلوقتي نتابع أخبار النادي الأهلي زي ما احنا متعودين وفرقه المختلفة مع مراسلتنا العزيزة سالة حامد، هتكون دلوقتي موجودة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. سالة أنا بصبح عليكي، صباح الخير وسامعينك، اتفضلي. يا صباح الخير، واكيد بصبح على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد من 10 الصبح في الاهلي، وحاليا طبعا انا متواجده معاكم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره طبعا عشان اطلعكم على اخر واهم الاخبار طبعا لجميع الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي، واكيد الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر بيتسو موسيماني. ويمكن خليني اقول لكم انه الفريق النهارده وصل في تمام الساعه 4:30 فجرا طبعا بعد رحله يعني طويله من النيجر استغرقت حوالي 5 ساعات. الفريق وصل في تمام الساعه 4:30 فجرا، ويعني يمكن قرر مستر بيتسو موسيماني يعني بعد المباراه مباشره ان الفريق هيريح لمده 48 ساعه النهارده وبكره ان شاء الله، وهيرجع يستني تدريباته مرة أخرى على ملعب مختار التتش يوم الثلاث المقبل في تمام الساعة 4 عصرا طبعا استعدادا للمباراة القادمة، مباراة العودة اللي إن شاء الله هتكون أمام بطل النايجر فريق الحرس الوطني يوم 23 من الشهر الجاي طبعا شهر أكتوبر على ملعب استاد الأهلي والسلام في تمام الساعة 6 مساء. طبعا ده بالنسبة لفريق الأول لكرة القدم. خليني بقى أروح لأخبار جميع الفرق الرياضية الأخرى، وهبتدي بالفريق الأول لكرة السلة رجال طبعا تحت قيادة مستر جوستي بوش المدير الفني الإسباني لفريق النادي الأهلي. يمكن يعني الفريق في بداية الموسم يعني توج بلقب بطولة منطقة القاهرة وبعديها اللقب الثاني بطولة العربية لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي. حاليا طبعا يعني جميع اللاعبين رجال السلة في رحلة دفاع عن لقب جديد، اللقب الثالث الموسم ده، وهو لقب بطولة الدوري المرتبط. يمكن اللاعبين سافروا يوم الأربعاء الماضي لمدينة الإسكندرية لدخول في معسكر مغلق عشان طبعا يعني المباريات والمنافسات في بطولة الدوري المرتبط هتبتدي يوم الخميس. فبالفعل ابتدت يوم الخميس الماضي الدوره المجمعه الاولى لفريق النادي الاهلي. يمكن خليني كمان اقول لكم انه الاهلي في المجموعه الرابعه من البطوله معاه 3 فرق، نادي الطيران ونادي طنطا ونادي سبورتنج. ويمكن اول مباراه لفريق النادي الاهلي كانت يوم الخميس الماضي امام نادي الطيران، وانتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 78-49، وتاني مباراة كانت أمام طنطا وانتهت بفوز أيضا النادي الأهلي بنتيجة 77-52، وتالت مباراة وكانت أصعب يعني مباراة لفريق النادي الأهلي أمام سبورتنج وانتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 68-65. كده فريق النادي الأهلي يعني نهى جميع مبارياته في الدورة المجمعة الأولى وهو متصدر المجموعة الرابعة من البطولة. والنهاردة إن شاء الله يعني جميع اللاعبين هيكونوا في راحة سلبية من التدريبات وهيعودوا مرة أخرى للتدريبات بكرة على ملعب أو يعني صالة الأمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي عشان يستعدوا بشكل قوي للدورة المجمعة الثانية من البطولة، واللي هتكون مع نفس الفرق بنفس ترتيب المباريات يعني مع نادي الطيران وبعد كده طنطا وسبورتنج بداية من يوم الأربعاء المقبل والخميس والجمعة في تمام الساعة 8 مساء على صالة جامعة حلوان. يعني كل المباريات هتكون في نفس الموعد وعلى نفس الصالة، صالة جامعة حلوان. ده بالنسبه لفريق السله. كمان يعني خلينا نتكلم شويه عن يعني جميع الفرق في كره اليد، وفريق السيدات كره اليد امبارح يحقق لنا الفوز يعني على نادي منوف الرياضي بنتيجه 39-10 طبعا ده كان ضمن منافسات بطوله الدوري لكره اليد السيدات. وكمان بعد يعني فوزهم على نادي الاولمبي رجال اليد تحت قياده طبعا الكابتن طارق محروس هيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي النهارده ان شاء الله في تمام الساعه 4 عصرا على نفس الصاله طبعا دايما بتمرن عليها جميع لاعبي النادي الاهلي، صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي طبعا عشان يستعدوا بشكل قوي للمباريات الفتره القادمه في بطوله الدوري. يمكن طبعا يعني المباراه القادمه هتكون امام نادي الطيران يوم الخميس المقبل في تمام الساعه 8 مساء على صاله نادي الانتاج الحربي. وكمان خليني اطمنكم يعني شويه عن المصابين اللي موجودين في طبعا في صفوف الفريق لفريق النادي الاهلي. يمكن طبعا عمر خالد كاستيلو كان يعني مصاب الفتره الماضيه، النهارده ان شاء الله يعني هيكون متواجد على هامش المران هيتمرن يعني بعض التدريبات والتمرينات يعني الخفيفه عشان يعني طبعا يكون متواجد الفتره المقبله مع الفريق. فان شاء الله يعني في خلال الايام القادمه هيكون متواجد في اول مباراه يعني المباراه اللي جايه يوم الخميس المقبل امام نادي الطيران. دي طبعا يعني كانت كل اخبارنا النهارده الخاصه بجميع الفرق الرياضيه وطبعا الفريق الاول لكره القدم بعد رحلته يعني رحله العوده من النيجر للقاهره والاستغراق طبعا يعني 5 ساعات، والان العودة مرة أخرى للاستوديو. شكرا لك على هذه التغطية الخاصة بأخبار النادي الأهلي يا سالة.